بعد ما ام الجود وابو الجود صوروا الفيديو ده علشان يدعموا نور ام ميرا، في اخبار كتير جدا اتنشرت بتقول ان ام الجود اتصابت بعد الفيديو ده ومحدش عارف هي اتصابت فين. طب الخبر ده حقيقي ولا مجرد اشاعة؟ تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف التفاصيل كاملة وتتأكد من صحة الخبر. بعد ما انا دورت على مصدر موثوق منزل الخبر عشان اتأكد من صحته، ما لقيتش اي مصدر او موقع رسمي بيتكلم عن الموضوع. وكمان الصحفي هاني ابو ريزي اللي كان منزل فيديو نور وبنتها ميرا في المستشفى ما تكلمش عن إصابة أم الجود نهائيا، بالرغم انه بينزل اخبار غزة لحظة بلحظة، ولكنه ما تكلمش نهائيا عن إصابة أم الجود. وده يثبت لنا ان خبر إصابة أم الجود مش حقيقي ومجرد اشاعة ملهاش اي اساس من الصحة، لان لو كان الخبر حقيقي كان هينتشر بشكل اكبر زي خبر نور أم ميرا بالظبط، وكانت القنوات التلفزيونية والصحف الرسمية هتتكلم عن الموضوع. وما تنسوش الدعاء لأم ميرا ان ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة، وفي النهاية ما تنسوش دعواتكم لاخواننا في فلسطين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.